كورس تعليم الكاردياك أوسكالتيشن أعده وشرحه الأستاذ الدكتور خيري عبد الدايم، أستاذ أمراض القلب كلية الطب جامعة عين شمس. الجزء الثاني، سيستوريك ميرمز. بعد ما سمعنا النورمال والابنورمال هارت سانس، نبتدي نسمع المسافة بين الفيرست والسكند هارت سانس، يعني السيستولي، ونحاول نعرف إذا كانت المسافة دي فاضية ولا فيها ميرمر. في أحوال الهارت سانس نفسها تبقى مش مسموعة، وفي الحالة دي الواحد يعرف السيستولي من دياستولي عن طريق التايمينج بواسطة الإيبك سبيت أو الكاروتيد باس. يعني الميرمر اللي تبتدي مع رفعة الإيبكس أو رفعة الكاروتيد باس تبقى سيستوليك، واللي بتيجي بعد نزلتهم تبقى دايستوليك. في أحوال نادرة لما نيجي نعمل تايمينج لشيء شبه الميرمر بنجده ولا سيستوليك بالضبط ولا دايستوليك بالضبط، إنما موجود في كل الكاردياك سايكل وملوش ريليشن لفيز معين، وصوته أقرب للخرفشة منه لصوت الميرمرز اللي احنا متعودين عليها. ده بيبقى بيريكارديال راب. هنسمع دلوقتي راب، وإن كان مش تيبيكال في الكواليتي لكن تيبيكال في التايمينج. هسمعكم صوت حالة فيها both systolic and diastolic murmurs عشان تعرفوا الفرق بينها وبين الرب. تعالوا ندرس الديفرنشال دياجنوزيس بتاع السيستوليك والدياستوليك murmurs في الأوسكالتاتوري أرياز المختلفة. نبتدي أولا بالميترال أريا. حطينا سماعة على الإيبكس وسمعنا السيستوليك مامر زي دي. الخطوة الثانية إننا ندور على السايت of maximum intensity وكذلك الدايركشن of selective propagation عن طريق إن احنا نحرك السماعة سنتي سنتي، أولا في اتجاه الأكزيلا وبعد كده في اتجاه الاسترنم وأخيرا في اتجاه الأيورتيك إيري. ونشوف أولا الحتة اللي فيها الميرمر أعلى ما يمكن، ثانيا إذا كانت propagated أحسن ناحية الأكزيلا ولا ناحية الاسترنم، وحسب اللي هنلقيه بالطريقة دي هنقسم السيستوليك ميرمرز إلى نوعين. أول نوع هو الميرمرز أعلى ما يمكن على الإيبكس، وكل ما نبعد عن الإيبكس بتكون الانتنسي بتاعتها أقل، لكن دي عادة بيكون البروباجيشن بتاعها ناحية الأكزيلا أحسن من البروباجيشن ناحية الاسترنم. دي هي الميرمر of mitral incompetence أو mitral regurgitation أو mitral insufficiency، كل دي مترادفات. تاني نوع هي مرمر مسموعة أعلى ما يمكن في مكان تاني غير الإيبكس، لكن propagated للإيبكس، والpoint of maximum intensity بتاعتها مثلا على left external border أو على aortic area. دي هنسيبها دلوقتي لأننا هنتكلم عليها لما نيجي ندسكس المرمز في الأرياز التانية. إذا كانت الميرمر ماكسيمال على الإيبكس وبروباجيتد للأكزيلا تبقى ميترال ريجيرجيتيشن. خطوتنا الثانية إن احنا نحدد التايمينج الدقيق في داخل السيستلي للميرمر دي. في العادة الميترال ريجيرجيتيشن بيدي بان سيستوليك ميرمر. بان سيستوليك يعني لها ثلاث خواص. أولا تكون مبتدية من الفيرست ساوند لدرجة إن الفيرست ساوند بيبقى جزء من الميرمر ويمكن يكون مش واضح
يعني مفروض. ثانيا ان الانتنسيتي بتاعتها واحده لا تتغير من الاول للاخر. ثالثا وده مش شرط ضروري انها تكون واصله لحد السكند ساوند يعني ماليه السيستلي كله. تعالوا نسمع الخلاص التلاته دول في المرمر اللي جاي. طبعا في فاريشنز على كده، مثلا ساعات المرمر بتاعه الماترال انكومبتنس بتكون ليت سيستوليك يعني النص الاول من السيستلي فاضي، والمرمر بتبتدي في النص الثاني وتوصل للسكند هارت ساوند زي المثال الاتي. ده بيحصل في حالات الماترال ريجيرجيتيشن اللي سببها برولابس اوف ذا ماترال فالف. في حالات الماترال برولابس الليت سيستوليك مامر كتير ما بتكون مبتدئيه بميد سيستوليك كليك اللي احنا سمعناها قبل كده، والاثنين سوا بيسموهم كليك مامر سيندروم. هنسمع دلوقتي تاني الميد سيستوليك كليك لوحدها. كمان نسمع تاني الليت سيستوليك مامر في حالة تانية لوحدها. دلوقتي بقى نسمع الكليك والمرمر مع بعض، يعني هنسمع الأول الفيرست ساوند ثم الميد سيستوليك كليك فولد باي ليت سيستوليك مامر وأخيرا السكند ساوند. لاحظوا ان المرمر ما بتبتديش الا بعد الكليك، وان الفيرست بارت اوف السيستلي از كلير. الى جانب التايمينج لازم نحدد البيتش والكاركتر بتاعه المرمر. الممر بتاعت الماترال انكومبتنس بيقال لها بلوينج، وده لانها نسبيا هاي بيتشد وما فيهاش خروشه. نسمعها تاني ونركز الدور ده على البلوينج كاركتر. وعشان نقدر نابريشيت الكواليتي دي كويس تعالوا نسمع مثال من هارش ميرمر يعني فيها خروشه. اخيرا لازم نقيم الانتنسيتي بتاعه الميرمر، هل هي فيري فينت بحيث ان وجودها نفسه يبقى مشكوك فيه، دي تبقى جريد 1. اما المرمر اللي ديفنتلي موجوده لكن فينت تبقى جريد 2، جريد 3 اعلى شويه، وهكذا حتى نصل لجريد 6 اللي المرمر فيه تتسمع والسماعه لسه ما لمستش التشست وول. خلصنا من السيستوليك مرمرز اللي الماكسيمم انتنسيتي بتاعتها على الايبكس. تعالوا بقى ندرس الديفرنشال دايجنوزيس بتاع برضه سيستوليك مرمر لكن الماكسيمم انتنسيتي بتاعتها على اللور ليفت سترنال بوردر، يعني على السيردن فورس سبيسز تو ذا ليفت اوف ذا سترنم اللي هي الترايكاسبيد اير. دي بتبقى لوكالايزد على الحته دي وبالكتير بتكون بروباجيتد لغايه الايبكس بس. اسبابها اما انها تكون ترايكاسبيد ريجيرجيتيشن او فنتريكولار سيبتال ديفكت او فانكشنال سيستوليك ميم. السيستوليك ميمبر بتاعة التريكاسبيد ريجيرجيتيشن برضو ممكن نسميه تريكاسبيد انكومبتنس او تريكاسبيد انسفيشنسي، كل دي مترادفات، لها الخواص الاتية: اولا بانسيستوليك، ثانيا عادة هاي بيتشد وبلوينج، ثالثا
الحاجة المميزة للمرمر دي إنها بتزيد during inspiration، نتيجة إن الدم الواصل للرايت اتريم اند فنتكل بيزيد during inspiration عشان النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر بيسك البلد. تعالوا بقى نسمع pan systolic murmur of tricuspid incompetence مسموع على tricuspid area، ولاحظوا الزيادة مع الانسبيريشن صوت التنفس انا شلته عن طريق فلترز. تاني ديفرنشال دياجنوزيس هو الفنتريكولار سيبتال ديفكت، ده بيدي بانسيستوليك مامر بالشكل الآتي. المامر دي هارشر شوية عن بتاعة تريكاسبيد انكومبتنس وغالبا معاها سيستوليك ثرل، انما ساعات في الفنتريكولار سيبتال ديفكت المامة بتكون قصيرة وما بتوصلش للسكند هارت ساوند، وده إذا كان في pulmonary hypertension أو إذا كان الventricular septal defect صغير وفي المسكولار part of the septum، وفي الحالة دي ال contraction of the septum during systole بيقفل على defect وبيمنع الفلو of blood فيه وبالتالي يمنع المامة. تعالوا نسمع ventricular septal defect مع short murmur موجودة بس لغاية الميدل بارت اوف سيستلي. ثالث ديفرنشال دياجنوزيس هي الفانكشنال سيستوليك ميمري، ودي اول واحد وصفها هو ستيل وعشان كده سموها ستيلز مامر، وبتكون شورت في اول ووسط السيستلي بس، وبيكون فيها زنه او صوت موسيقي خفيف بيقولوا عليها بازنج يعني فيها زز. تعالوا نسمعها كده. نتنقل للسيستوليك مامرز اللي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها هي البيز يعني الايورتيك والبالمونري ارياز. هنلاحظ ان السيستوليك مامرز دي ايا كان سببها الكاركتر بتاعتها والتايمينج مختلف عن البانسيستوليك مامر. هنا السيستوليك مامرز بيبتدوا بعد الفيرست ساوند بشويه وبينتهوا عاده قبل السكند ساوند بشويه يعني مش بانسيستوليك. كمان من ناحية الانتنسي بنجد انهم بيبتدوا صغيرين وبعد كده بيزيدوا بالتدريج لغاية ما يصلوا للماكسيمم بتاعهم في الميد سيستلي وبعد كده يرجعوا يقلوا تاني يعني دايموند شيب او كريشندو دي كريشندو. المامر اللي بالشكل ده اسمهم ايجكشن لانهم بيكونوا نتيجة الايجكشن اوف بلاد من أي فنتكل لأي جريت فيسل. نسمع كده ونركز على التايمينج والتشينج اوف انتنسيتي يعني السيبريشن من الساوندز والدايموند شيب. نسمع دلوقتي typical pan-systolic murmur للمقارنة. تعالوا بقى نعمل اختبار لنفسنا ونسمع المرمر اللي جاية. يا ترى دي بانسيستوليك ولا ايجكشن؟ طبعا ايجكشن. كمان اختبار.
ايه دي؟ برضو ايجكشن، وان كانت اطول شوية من اللي فاتت. لما الايجكشن مرمر تبقى طويلة قوي، تقرب شوية من صوت البانسيستوليك زي الحالة اللي جاية. وفي الأحوال دي التفرقة ممكن تكون صعب ما بين الإيجكشن والبانسيستوليك مامر. اتنين إيجكشن سيستوليك مامرز ممكن يكونوا موجودين على البالمونري. الأولى بتبقى هارش وطويلة، ودي بتاعت الكونجنيتال بالمونري ستينوز زي الآتي. بعد ما سمعنا المرمر حاولوا تنسوها وتركزوا على السكند ساوند. رجعوا الشريط واسمعوا المرمر نفسها تاني. ملاحظين حاجة؟ من السكند ساوند سبليت طبعا، لأن الرايت فنتكل بياخد وقت عشان يفضي، والسيستلي بتاعه بيبقى برولونجد، فالبالمونري سكند ساوند بيبقى ديليهد، وكمان بيكون ديمينشت شوية في الانتنسيتي عشان البريشر في البالمونري ارتري اللي بيقفل الفالف بيبقى واطي. على عكس كده لما يكون البالمونري ستينوزس جزء من تترالوجي اوف فالو، السكند ساوند بيتسمع في الودن كما لو كان سنجل وعالي شوية عن الطبيعي، وكله مكون من الايورتيك كومبوننت بس. تعالوا نسمع حالة فالوس تترالوجي. ونشوف كده هنعرف الاختبار اللي جاي. ايه رأيكم في السكند ساوند؟ طبعا سبيت والسكند كومبوننت ضعيفة لانها حالة congenital pulmonary stenosis. خدوا بالكم ان الانتنسيتي اوف دي مرمر ملهاش علاقة بالسيفيريتي اوف isolated pulmonary stenosis، لكن كل ما كان الستينوزس سيفيرا كل ما كانت المرمر اطول، مش اعلى في الانتنسيتي، اطول في الديوريشن، وكل ما كانت البالمونري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند اضعف. نرجع نسمع تاني حاله مايل بالمونري ستينوزس مديه ايجكشن سيستوليك مرمر، ولاحظوا ان المرمر بتخلص قبل السكند ساوند المسافه، والبالمونري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند مسموعه كويس. نسمع كمان حالة سيفير بالمونري ستينوزس مدية very long ejection systolic murmur واصلة للسكند ساوند ومغطية الايورتيك كومبوننت اوف ذا سكند ساوند بحيث انه مش باين منها، اما البالمونري كومبوننت فهي زي ما قلنا ضعيفة ومش مسموعة كويس. نعمل نفسنا اختبار، دي يا ترى مايلد ولا سيفير؟ الإجابة ولا ده ولا ده، لكن بين الاتنين، وإن كانت أقرب شوية للسيفير. السبب الثاني للإيجكشن سيستوليك مامرز على البالمونري أريا هي إنها تكون فانكشنال سيستوليك مامر. دي برضو إيجكشن لكن very short حتى عن المايل بالمونري ستينوزس. كمان معاها السكند ساوند بيكون نورمال. ودي بتحصل مع أي هايبر دايناميك سيركوليشن، وكمان في حالات الإنكريز فلو أكروس ذا بالمونري فالف. نسمع مثال للإيجكشن سيستوليك مامر اللي هي فانكشنال على البالمونري اير. نفس الفانكشنال ايجكشن سيستوليك مامر
ممكن تحصل كجزء من الاوسكالتاتري مانيفستيشنز اوف بالمونري هايبرتنشن. وفي الحاله دي بيكون مع المرمر في ايجكشن كليك، والسكند ساوند بيكون كلوزلي سبليت، والسكند كومبوننت بتاعته اللي هي البالمونري كومبوننت بتكون فيري اكسنتويتد زي المثال الاتي. إذا إحنا حطينا السماعة على third and fourth spaces to the left of the sternum في حالات severe pulmonary hypertension هنسمع الـ ejection systolic murmur وهنسمع الـ loud second sound، لكن كمان ممكن نسمع an early diastolic murmur نتيجة الـ dilatation of the pulmonary valve ring زي الآتي. دلوقتي نتنقل للسيستوليك مامرز اللي الـ point of maximum intensity بتاعتها هي الـ aortic area. المامرز دول كلهم ejection، وأهم سبب لهم هو الـ aortic stenosis، سواء كان valvular أو subvalvular يعني تحت الفالف، أو supravalvular يعني فوق الفالف. زي ما قلنا عن البالمونري ستينوزيس، المامة بتاعة الايورتيك ستينوزيس بتكون اولا ايجكشن سيستوليك، ثانيا هارش شوية، ثالثا الانتنسيتي بتاعتها ملهاش علاقة بالسيفيريتي. كل ما كان الايورتيك ستينوزيس سيفيرر كل ما كانت المامة اطول، مش اعلى، اطول، بحيث ان very short ejection systolic murmur تساوي very mild aortic stenosis. نسمع بقى حالة mild aortic stenosis. وللمقارنة نسمع حالة severe aortic stenosis. لاحظوا ان في حالات السيفير ايورتيك ستينوزيس السكند ساوند بيكون ضعيف ويكاد يكون مش مسموع، لان الفالف بيبقى ريجيد وكالسيفايد وما بيقفلش وما بيفتحش كويس، والواحد ما يسمعش الا بس اللونج ايجكشن سيستوليك مامر تقريبا من غير سكند ساوند. رجعوا الشريط تاني واسمعوا الحاله اللي فاتت وركزوا على السكند ساوند. في الايرلي كيسز الفالف كاسس بتكون سكند وفايبروست لكن موبايل، فتحها يعمل ايجكشن كليك وقفلها يعمل سكند ساوند. وفي الحالات دي بنسمع الفيرست ساوند وبعديها على طول ايجكشن كليك ثم الايجكشن سيستوليك مامر ثم السكند ساوند زي الحاله اللي جايه. لاحظوا كمان ان الميرمر بتاعه الايورتيك ستينوزيس بتبقى سيليكتيفلي بروباجيتد للنك وبتتسمع كويس على الكاروتيد ارتري، لكن ساعات بتبقى برضو بروباجيتد كويس للايبكس، وخاصه في حالات الايورتيك ستينوزيس اللي بتحصل في الاولد ايج اللي هي اسمها كالسيفيك فالف سكليروتيك ستينوس. السبب الثاني للإيجكشن سيستوليك مامر على الأيورتيك إيريا هو الفانكشنال سيستوليك مامر اللي بتتسمع في حالات الهايبر دايناميك سيركوليشن، وكمان في حالات الهايبرتنشن وحالات الأيورتيك أنيوريزم. وفي حالات الهايبرتنشن والأنيوريزم السكند ساوند بيكون لاود وبيكون له رنة، يعني رينجينج سكند ساوند زي الحالة اللي جايه.